مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم تتابعوننا. حلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر، أهلا وسهلا فيكم، ودامت مشاهدينا بيوتكم عامرة، أشياء صغيرة وتفاصيل صغيرة تبعث السعادة في نفوسنا وفي بيوتنا وبين أفراد أسرنا. يعني أجواء جميلة عشناها اليوم، استيقظنا على أمطار الخير تعانق ثرى أردننا الحبيب، أمطار جميلة عانقت الأزهار والربيع الجميل، وهيك وإحنا ماشيين في الطريق فعلا كانت أجواء رائعة، مع أنه مش زمان إحنا منقطعين عن المطر، لكن أمطار نيسان بيحكوا الكبار بتحيي الإنسان، هيك أحيت في نفوسنا معاني ومشاعر جميلة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ودامت نفوسكم وبيوتكم بالسعادة وبالمشاعر الحلوة عامرة، حياكم الله. فاستبشرت به الشجر وفوق خد الأرض مر، فاستبشرت به الشجر مطر 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 مطر. تك تك على الشباك يهبط كالملاك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر. تك تك على الشباك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر. مطر 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 مطر. سقيت كل يابسي فأزهرت مغارسي، وطرت كالنوارسي إلى عوالم البشر. سقيت كل يابسي فأزهرت مغارسي، وطرت كالنوارسي إلى عوالم البشر. مطر 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 مطر. إذا الشتاء قد أطل رأيت فيه الخير هل، والقلب لله ابتهل يا منعما منذ الأزل. إذا الشتاء قد أطل رأيت فيه الخير هل، والقلب لله ابتهل يا منعما منذ الأزل. مطر 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 مطر. إذن مشاهدينا حياكم الله، وبتمنى هيك على السيدات اللي بيتابعونا إنه تنتبهوا على أبنائنا لما يطلعوا الصبح بكير. يعني صح هي من فترة الظهر بتكون الدنيا الحرارة مرتفعة والجو جميل، بس الصباح بتكون برد، ففي أبناء بشوفهم أطفال وكذا طالعين مصيفين، لا لسه بكير شوي، فالأمهات هيك وهو ابنك طالع أعطيه جاكيت قولي له دفي حالك. يعني اليوم فعلا كانت مقلب، في ناس ما انتبهت إنه في أمطار، مع إنه انحكى إنه في اليوم أمطار، بس طلعوا الأولاد مصيفين، فديروا بالكم وانتبهوا، وغسيل هيك الشبابيك لسه بكير عليه، لأنه لسه في أمطار، وفي وهي الأمطار بتكون محملة بالغبار فممكن بتبهدل الشبابيك. شوي هيك اصبروا لكم أسبوع زمان لحد ما الأمور تستقر الجوية لنقدر فعلا نجهز بيوتنا وننظفها لاستقبال شهر رمضان. مشاهدين أنا ما بدي أطول عليكم، بس سبحان الله كل موسم إله جماله، كل وقت ومناسبة إلها جماليتها، بالرغم من ما نسمع من حولنا من أحداث، يمكن قلوبنا مع أهلنا في سوريا وتابعنا القصف بالكيماوي وشفنا مشاهد جدا مؤلمة ومؤثرة، لكن سبحان الله الإنسان العربي المسلم قديش قادر، يعني رغم كل هالألام ورغم كل هالمشاهد إلا أنه يسعد نفسه بأبسط الأمور، منها هالمطرات هيك اللي نزلوا الصبح، الناس في الشوارع كتير كانت مبسوطة وماشيين هيك على مهلهم، ضوين أضوية السيارات، الله يتم علينا الفرح والسعادة، وإن شاء الله يا رب يفرج كرب كل الشعوب اللي مهمومة واللي عندها لا زالت فتن ولا زالت الحروب، والله يرحم شهداء سوريا ويرحم شهداء غزة ويصلح حال المسلمين في كل مكان. مشاهدينا اليوم حلقتنا حتكون ضمن سلسلة حلقات يوم الثلاثاء اللي هي ضمن سلسلة دللي روحك مع الدكتورة رضية سليمان، زي ما عودناكم احنا ماشيين بسلسلة بدأنا بها أنا وذاتي، ثم أنا وزوجي، ثم أنا وأبنائي، وهذا الجزء الثاني من أنا وأبنائي.
حنتحدث اليوم مع الدكتورة حول الطموح، طموح أبنائنا كيف نساهم في تحقيقه، وكيف بيتشكل الطموح ومتى بيبدأ الطموح عند أبنائنا، النجاح أيضا كيف نساعدهم ونساهم في نجاحهم، وشو هو النجاح اللي إحنا بنسميه نجاح عند أبنائنا، هل هو فقط النجاح الدراسي؟ يعني محاور كثيرة بتمنى مشاهدينا تتابعونا في حواريتنا مع الدكتورة رضية. أيضا حنكون اليوم مع استشارة واستشارة بخصوص الأسنان بشكل خاص، وأيضا طبقنا لليوم حيكون مع حنان بلوطة أو تغريد بلوطة والكوكيز، كيف نقدر نعمل لأبنائنا الطبق اللي بيحبوه بفضلوه. بنتمنى مشاهدينا تعجبكم فقراتنا، وحنبدأ باختياراتنا مباشرة لليوم، واختيارنا الأول فتاة تدون عبارات مؤثرة للمواظبة على الصلاة. أظهرت صورة مؤثرة هاتف فتاة بعمر 13 تحرص باستمرار على وضع تنبيه للصلوات على مواقيتها المحددة. أمامكم مشاهدينا على الشاشة تليفون أو هاتف هالفتاة اللي ما شاء الله عنها، بهنيها وبهني أهلها فيها، اللي هالفتاة اللي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما دونت أمام توقيت كل صلاة تعليق جميل ومحفز للمواظبة على الصلاة. لاحظوا صلاة الفجر كاتبة من صلى الصبح فهو في ذمة الله، ثم صلاة الظهر كاتبة تحرم عليك نفحات جهنم يوم القيامة، أجارنا الله وإياكم من جهنم. صلاة العصر كاتبة من ترك صلاة العصر حبط عمله، وكاتبة عند صلاة المغرب يعني ما تسأل الله شيئا إلا أعطاك إياه، وعند صلاة العشاء إنها أثقل صلاة على المنافقين فحتى لا نكون منهم، هي حتى منبهة وكاتبة هالعبارات حتى تحفزها على الصلاة. يا ريت كل أبنائنا عندهم هالحرص، حرص هالفتاة على صلواتها وعلى إنها كيف قادرة بعبارات معينة تشجع حالها لتقوم للصلاة حتى ما تكسل عنها. تحية لهالفتاة وتحية لكل الأبناء اللي حريصين على صلواتهم، تحية لأهليهم اللي بيحثوهم على الصلاة بأساليب راقية وجميلة حتى يكونوا من المصلين وندخل إن شاء الله فيهم جنان النعيم. بدنا نروح مشاهدينا لاختيارنا الثاني حول أضرار الوجبات السريعة، وجبات الطعام، حيث كشفت الدراسات أن الأكل في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة يزيد خطر التعرض لمواد كيميائية ضارة تعطل عمل الهرمونات. كشفت الدراسة أيضا أن وجبات المطاعم تضم مستويات عالية مما يصطلح عليه بالفثالات، وهي مركبات كيميائية ضارة تسبب مشكلات مرتبطة بالخصوبة والربو فضلا عن سرطان الثدي. العلماء أكدوا كذلك ارتفاع مستوى الفثالات، بعرفش إذا بحكيها صح، في أطعمة معينة مثل البرجر والسندويشات، ولكن فقط في حال شرائها من محل الوجبات السريعة أو مطعم أو مقهى، مما يعني أن هذه الأطعمة إذا إحنا عملناها في البيت ما بتكون بنفس الضرر. إذن مشاهدينا يعني موضوع جدا مهم، وننتبه لأنه أبنائنا كتير بيحبوا يأكلوا من الوجبات السريعة وبيحبوا يأكلوا من المطاعم، فلا صحتهم عنا بالدنيا. وأنا صراحة ملاحظة أنه فعلا نمو أبنائنا مش زي زمان، يعني يبدو أنه عندهم مشكلة فعلا في الهرمونات، وحتى عصبيتهم وانفعالهم والعنف عندهم، هذا كله ما تستبعده أنه بيكون نتيجة نظامهم الغذائي اللي صار غير عن نظام أهلنا زمان واللي كان نظام فعلا صحي. اختيارنا الثالث والأخير حول القهوة مشاهدينا، حيث هناك خبر يقول أن القضاء الأمريكي بيقول أنه القهوة تسبب السرطان ويجب التحذير منها. كيف عبكتات السجائر الدخان بيكونوا كاتبين أنه الدخان يسبب سرطان الرئة، فتحذير. القضاء الأمريكي عم بيطالب أنه ينكتب على القهوة إنها هي قد تكون مسببة للسرطان فيحط تحذير. لم يصدر العلماء بعد حكما قاطعا حول ما إذا كانت القهوة جيدة أو سيئة للبشر، لكن قاضيا في كاليفورنيا فعل ذلك، قال إنه يتعين على بائعي القهوة في الولاية التحذير من أنها قد تسبب السرطان. السبب في ذلك مادة كيميائية تنتج في عملية تحميص القهوة، وهي مادة مسرطنة معروفة، وكانت سببا رئيسيا في صراع قانوني استمر لمدة 8 سنين بين منظمة صغيرة غير ربحية وكبرى شركات القهوة. مجلس تعليم وأبحاث المواد السامة أراد من هذه الشركات إزالة مادة الأكريلاميد من منتجاتهم، مثلما فعل
صناع رقائق البطاطس عندما رفع دعوى ضدهم منذ سنوات أو رفعت، أو كتاب التحذير على العبوات. القائمين على صناعة القهوة قالوا أنه مستوى المادة الكيميائية في القهوة غير ضارة، وأن أي مخاطر تتفوق عليها فوائد القهوة. يعني إحنا بدنا ننتبه حتى ما نترك القهوة، أنه في فوائد للقهوة جمة، لكن تحميص القهوة بينتج عنه مادة كيميائية قد تتسبب بمرض السرطان. الله يبعد عنا وعنكم كل الأمراض. فبالتالي هالقاضي طلب أنه ينحط تحذير على مادة القهوة أنها قد تسبب مرض السرطان. بتهيأ لي مشاهدينا القهوة البيضة اللي احنا بنسميها قهوة سعودية، لأنها مش محمصة، بتوقع أنها صحية أكثر من القهوة اللي احنا بنحرقها وبنحمصها، اللي بتنتج عنها هاي المادة اللي ممكن تتسبب بهكذا مشكلة. يذكر أن الدعوة القضائية رفعت ضد نحو 90 شركة قهوة بموجب قانون مثير للجدل أقره الناخبون في كاليفورنيا عام 1986، يرجع إليه الفضل في التخلص من مواد كيماوية مسببة للسرطان من منتجات كثيرة. إذن كان هذا مشاهدينا اختيارنا الأخير، بنتمنى تكون خياراتنا لليوم فيها فائدة وفيها متعة. ومشاهدينا بتوقع انه في كتير مواد احنا بنتناولها بدنا نكون حذرين منها وننتبه، وحتى لو كنا متعودين عليها، لكن القهوة نتناولها بأقل كمية ممكنة وما تكون محمصة ومحروقة حتى ما تصدر عنها هالمادة اللي بتسبب السرطان. عندي استشارة، نروح لفقرتنا، فقرة الاستشارات. ومنى سمارة صديقة البرنامج بتحكي انه بنزل من اللثة عندي دم كتير، ما بعرف إذا أثناء وهي عم بتفرش أسنانها أو بشكل عام، فبتسأل كيف ممكن تعالج هالمشكلة. أجابتها عن هالاستشارة دكتورة الأسنان نهال فاروق. خلينا مشاهدينا نتابع الإجابة سوا.